أهلا بكم مشاهدينا ومتابعة نشرة الثامنة من التلفزيون الموريتاني، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا، ويكرم طاقم وزارة الصيد والاقتصاد البحري المشرف على المفاوضات الدولية في مجال الصيد البحري. وزيرا التعليم الأساسي والثانوي يطلعان على وضعية المؤسسات التربوية المتضررة من التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي. مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يطلع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة على الإجراءات المتخذة من أجل ولوج عادل لكافة الأحزاب المترشحة لوسائل الإعلام. أهلا بكم مشاهدينا. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا السيدة مريم مهمات نور. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين بلادنا وهذه المنظمة الدولية وسبل تعزيزه في جميع المجالات. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي طاقم وزارة الصيد والاقتصاد البحري المشرف على المفاوضات والاتفاقيات الدولية في مجال الصيد البحري، وهنأ رئيس الجمهورية الفريق على النتائج التي حققها في مجال اتفاقية الصيد، كما أكد سيادته الإرادة السياسية لترشيد موارد القطاع وتنقيته وتحسين مردوديته على الاقتصاد الوطني. وعقب اللقاء أدلى وزير الصيد والاقتصاد البحري سيد حمادي والحمادي للتلفزة الموريتانية بالتصريح التالي. كرم فخامة الرئيس طاقم وزارة الصيد والاقتصاد البحري الذي يشرف على المفاوضات والاتفاقيات الدولية في مجال الصيد البحري، وهنأهم تهنئة حارة على النتائج التي توصلوا إليها في مجال اتفاقيات الصيد، وهذا تشريف وتكريم للقطاع بمجمله وللفريق المشرف على المفاوضات وعلى اتفاقيات الصيد الدولية. وأكد لنا دعم الحكومة للوزارة وطاقمها واستعداد الدولة بمختلف أجهزتها لتقديم الدعم الضروري، وأكد الإرادة السياسية للسيطرة على القطاع وتنقيته وتحسين مردوده على الاقتصاد الوطني، سواء من ناحية المداخل المالية ومن ناحية المساهمة في ميزان المدفوعات بموارد العملات الصعبة، وعلى مستوى التشغيل خلق المزيد من فرص العمل. ونحن نتشرف بهذا التكريم وبهذا التأهيل طرف أعلى سلطة في البلاد، ونرجو أن نكون على حسن ظنه بمتابعة هذا المسار وبتطبيق توجيهاته السامية والالتزام بالتوصيات والتوجيهات التي أعطاها سيادة الرئيس للوزارة وطاقمها. وأعيد باسمه وهنئ الطاقم المشرف على الاتفاقيات الدولية وطاقم الوزارة بشكل عام. شكرا. عضو مساء أمس إلى أرض الوطن الفوج الثاني من حجاجنا الميامين قادما من الديار المقدسة بعد أدائه لفريضة الحج هذه السنة، ويضم هذا الفوج 480 حجا إضافة إلى البعثة الرسمية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد دولنيني. وعبر عدد من الحجاج عن رضاهم بالظروف التي طبعت الحج هذه السنة، كما شكروا السلطات على تمكينهم من أداء هذه الشعيرة في ظروف حسنة. وقد استعرض وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رئيس بعثة الحج الظروف التي اكتنفت موسم الحج لهذه السنة. لقد أدى حجاجنا الميامين هذه السنة مناسك حجهم في ظروف جيدة، فقد شهد الحج هذه السنة
تحسنا يذكر في مجالات النقل والسكن والإرشاد والتوجيه والصحة والإعلام. لقد كان السكن في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم على باب الحرم، وفي مكة كان قرب الجمرات، إلا أنه ثم تباصات وفرتها الدولة بصفة مجانية تنقل الحجيج من السكن وإلى الحرم، ومنه إلى السكن، ومن السكن نحو العمرة طيلة أيام الإقامة في مكة المكرمة. وقد امتاز الحج هذا العام بقيام عملية الوزن للأمتعة بمحل إقامة الحجاج في مكة المكرمة، مما جنب الحجيج متاعب نقل أمتعتهم إلى مطار جدة والسهر على حفظها ووزنها. أدى وزير التعليم الأساسي والثانوي زوال اليوم زيارة لبعض المؤسسات التعليمية المتضررة من المياه بالعاصمة، وقد مكنت زيارة الوزيران من معاينة حجم الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية خلال الخريف الماضي، وكذا وضعية بعض هذه المؤسسات عقب التدخلات التي قامت بها الدولة لمواصلة الدراسة بهذه المرافق التربوية. مكنت الزيارة الميدانية التي أدها كل من وزيري التعليم الأساسي والثانوي على التوالي السيدان باعثمان وعمر المعطلة من الوقوف ميدانيا على وضعية بعض المؤسسات التعليمية بمقاطعتي الميناء والسبخة عقب التساقطات المطرية الأخيرة. وقد بدأت الزيارة بمعاينة حجم الأضرار بثانوية الميناء المحاصرة بالمياه والمهجورة في الوقت الراهن، حيث يتابع تلامذة هذه المؤسسة دراستهم في ثانوية أخرى. وكما هو الحال بهذا المرفق التعليمي، بدت المدرستان رقم 10 و 15 بمقاطعة الميناء مهجورتان، أما الإعدادية رقم 1 بمقاطعة السبخة ومدرسة سليمان بال بنفس المقاطعة، فيبدو الوضع أحسن مما هو عليه في المؤسسات السابقة، حيث قيم بعمليات ردم وسحب للمياه مكنت من السماح بمواصلة الدراسة. بعد الأمطار اللي شهدتها مدينة نواكشوط بالأمس، قررنا زيارة لبعض المؤسسات الثانوية اللي مغمرة بالمياه، ومن أصل 48 مؤسسة في نواكشوط في ثنتين هم اللي متضررتين، ثانوية الميناء وثانوية السبخة. ما يخص ثانوية الميناء تعود لاحق عنها مغمرة تماما، والعمل فيها يتطلب بعض الوقت، وجينا اليوم وياك نقيم ذاك الضرر وله يبارك معها. ما يخص دراسة، حولت تلاميذ هذه المؤسسة الشهور الإعدادية رقم 1 في الميناء، فيها إدارتها وفيها الأساتذة وفيها تبادل بين هي وهذه المؤسسة. إذن الدراسة إن شاء الله تتواصل رقم تعطل البنايات. ما يخص السبخة، فيها جهد كبير من الردم، وكما رأيتم ممكن فيها دراسة، ونختير نطلبه من الأساتذة ومن طلاب من تلاميذ من أباء تلاميذ أنهم يحثوا على الحضور في هذه الفترة اللي فيه ما فيه مبرر للتغيب. وقد خلقت وضعية المياه هذه السنة بالعاصمة مصاعب متعددة، نال التعليم منها نصيبا يحاول القائمون على العملية التربوية الحد من أضراره السلبية. اجتمع مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم مع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الحملة المقبلة للنيابيات والبلديات لاستحقاقات 23 من شهر نوفمبر 2013. تناول الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها السلطة من أجل الولوج العادل والمنصف لكافة الأحزاب المترشحة لوسائل الإعلام. وشرح رئيس السلطة العليا في هذا الاجتماع للأحزاب المشاركة كيفية استغلال الوقت المجاني المخصص للدعاية الانتخابية، وكيفية تغطية نشاطات الحملة في وسائل الإعلام العمومية والخصوصية. كما أوضح أن ولوج الأحزاب إلى وسائل الإعلام يتم وفق مسطرات قانونية مفصلة في النصوص المنظمة للحملة الانتخابية، وتسهر السلطة العليا على تطبيق هذه النصوص بصفة متساوية وعادلة ومنصفة،
وتناول الاجتماع كذلك إجراء قرعة لترتيب ولوج الأحزاب المشاركة إلى الحصص المجانية. وأكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سيد حمود المحمد أن عملية القرعة ستمكن من ترتيب ولوج الأحزاب السياسية المشاركة إلى الحصص المجانية في المؤسسات الإعلامية وبشكل شفاف ونزيه. هذه القرعة سمحت على أننا نعرفوا الحزب الأول له يؤخذ في الليلة الأولى من الحصص المجانية، والحزب الثاني إلى الحزب 67، لأن 67 حزب هي اللي أعطتنا اللجنة المستقلة للانتخابات أنها مشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية. القضية الثانية أنها كانت فرصة للسلطة على أنها تذكر بعض من القوانين والمراسيم المنظم ومحدد للإجراءات الانتخابية في ذا البلد، وعليه ذا اللي يتعلق بالشفافية والحياد والمهنية المؤسسة ضامنة له في الإعلام السمعي المرئي العمومي والخصوصي. وراجين إن شاء الله على الأيام الجاية على أنها تأكد على ذا، ومعولين عليكم أنتم كصحفيين وكفنيين في المؤسسات كلها في ذاك اللي يعنيها على أنها تحقق ذا الهدف للبلد، ولأنها ترسخ الممارسة الديمقراطية في مشروعنا المشترك لبلدنا العزيز. أشكركم. في المجال البيئي تتواصل على مستوى الولايات الرعوية الحملة الوطنية لشق الطرق الواقية من الحرائق بغية الحفاظ على المخزون الرعوي الذي تزخر به هذه المناطق. وفي هذا السياق أدى الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة زيارة لمدينة النعمة لتحسيس وتعبئة المواطنين حول ضرورة الحفاظ على المخزون الرعوي. في إطار الزيارة الميدانية التي يؤديها حاليا لولاية الحوض الشرقي، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الدكتور محمد عبد الله السالم والأحمد دواء من أجل تعبئة المواطنين على ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي، تفقد الأمين العام سير أعمال شق الطرق الواقية من الحرائق قبل أن يترأس اجتماعا بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، ضم السلطات الإدارية والبلدية في الولاية وهيئات المجتمع المدني. نقدر نقول عن هاي السنة 2014 مستوى المطر فيه قريب من 302 مليمتر على المستوى الوطني، والدولة دارت السنة بتوجيهات سامية بقامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز 300 كيل جديدة لتستفاد منها هذه الولاية، ونحن نقبل دائما نقبلها بعين الاعتبار مع المسؤولين المحليين والبلديات مع السلطات الإدارية ومع المندوب الجهوي، وهم اللي من عندهم نيوك التقارير والله نيوك الخطوط الجديدة اللي يعطونا ليراعوا عنهم ويهم المصلحة العامة. والله فيهم من السنة المراعي أكثر من السنوات الماضية، وهم اللي حكم جايين اليوم، وبدأنا من الأسبوع الماضي مشينا هون الآليات هي موجودة في الولاية ذات جاوة قريبة من 4 آليات كبيرة من الفريزات، وله إن شاء الله يعادل صيانة ذوك الخطوط كاملة. الحرائق اللي خلقوا السنوات الماضية مع الأسف مشات فيهم قريبة من مليارات ملوية، قيمتهم النباتية اللي كان يستفادوا منها المنمين. المثل الثاني قضية التحسيس على المسلم مستعدين لتعامل مع نظمات كاملة قضية التحسيس مع الأسف اليوم لنا المعطيات اللي عندنا اليوم بالحوض الشرقي بقت خلقت فيه قريب من 24 حريقة اليوم بالحوض الشرقي، وهذا ياسر بالنسبة للي السنة الماضية كانت قريب من 40، ونحن في شهرنا الأول انتظار قريب من 24، وهذا يودي هذا مع الأسف لين تم يتواصل إلى يعود كارثة أكبر للولاية، ويطلب منا كاملين كمنتخبين كمسؤولين كوجهاء كمجتمع مدني أن نحافظوا على الثروة اللي أطال مولانا. خلال الاجتماع انصبت مداخلات الحضور حول أهمية هذه الحملة التي عبأت لها الدولة إمكانات هامة، وحثوا على ضرورة تفعيل اللجان القروية لمكافحة الحرائق لا قدر الله، وذلك من أجل حماية المخزون الرعوي الهام الذي تسخر به ولاية الحوض الشرقي. احتضن مركز التكوين للطفولة الصغرى اليوم انطلاق دورات تكوينية حول إدراج التعليم القرآني والتربية المدنية لصالح المربيات العاملات برياض الأطفال بالعاصمة. وتهدف الدورات إلى تكوين المربيات على دليل التربية الخلقية للطفل الهادف إلى غرس عقيدة التوحيد وبر الوالدين والأخلاق الفاضلة بأساليب تربوية عصرية. يعيش الطفل في الوقت الراهن في ظل عصر العولمة ومتغيراتها، ويتأثر بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والانفتاح على العالم من حوله، مما يؤثر على مفاهيمه الدينية والخلقية بدرجة كبيرة، واقع يستوجب على كافة مؤسسات المجتمع
كبير الاهتمام بتنمية إدراك الأطفال ومفاهيمهم وأحاسيسهم وتطوير الوازع الديني ومشاعره الروحية لديهم. نظرا للخصوصية عند المجتمع الموريتاني كمجتمع مسلم، طبعا هذه أمور متغيرات، نظرا حتى الانفتاح اللي نشهد العالم اليوم وعصر العولم وتأثيره على ثقافة الطفل، عاد لا بد مثلا من الروضة من تطور منهج شيء ما وندخله في شيء من منهج اللي عند المدارس القرآنية أصلا. ولترسيخ هذه المفاهيم عبر دمج التعليم القرآني والتربية المدنية في مناهج التعليم ما قبل المدرسي، ينظم مركز التكوين للطفولة الصغرى دورة تكوينية لصالح 50 مربية من مختلف رياض الأطفال في العاصمة. رسم قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مجموعة من الأهداف الفرعية التي تعنى بتربية هذه الشريحة الكبيرة التي تمثل أمل الأمة، سعيا إلى توسيع تغطية التعليم ما قبل المدرسي، وذلك من خلال إعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات استقبال الطفولة الصغرى القائمة، بناء وتجهيز مؤسسات جديدة، تحسين ظروف التكفل بالأطفال من خلال ضمان تكوين مربيات ومسيرات رياض الأطفال، القيام بإعداد مناهج الإيقاظ المناسبة لمرحلة الطفولة الصغرى. ويشرف على الدورة التكوينية حول إدراج التعليم القرآني والتربية المدنية في المناهج التعليمية أخصائيون اجتماعيون وتدوم 4 أيام. في المجال الصحي انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال ورشة لاعتماد الدراسة المتعلقة بتقديم حاجيات مدارس التكوين والتدريب على ممارسة مهنة القبالة، ويسعى اللقاء إلى دراسة الوثيقة المتعلقة بممارسة علاجات القبالة بمدارس تكوين المعلمين الصحيين. يشكل التكوين المستمر لأطر ومدراء مدارس الصحة العمومية استراتيجية طموحة يسعى من خلالها القطاع الصحي إلى مواكبة متطلبات العصر. وفي هذا الإطار تتنزل هذه الورشة التكوينية لصالح الممرضين وخاصة القابلات وبعض الأطر بوزارة الصحة لإطلاعهم على المستجدات الصحية في سبيل حماية صحة المجتمع. أصبحت المصادر البشرية للصحة في مقدمة اهتمامات السلطات العليا في بلادنا، بفضل اتخاذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بتسريع بلوغ أهداف الألفية للتنمية في المجال الصحي من جهة، ولكون المصادر البشرية تمثل حجر الزاوية والعمود الفقري للنظام الصحي من جهة أخرى، وهي تقع دائما في طريعة التدخلات الصحية وتمكن من عقلنة استعمال موارد النظام الصحي الأخرى. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا قال إن هذه الورشة تأتي تكميلا لورشات أخرى أقيمت في بلادنا خلال الأشهر الماضية، وسيتلقى المشاركون على مدى 5 أيام جملة من العروض حول هذه الدراسة ومقارنتها مع الضوابط المرجعية وتحديد الأعمال التي يمكن أن يتم من خلالها دعم مدارس التكوين ومواقع التدريب. يشكل المنتدى الخاص للصوم فضاء تربويا لخلق جيل من ذوي الاحتياجات الخاصة قادر على التواصل واكتساب العلوم والمهارات في شتى الاختصاصات، ويعتمد المنتدى مناهج تربوية ترتكز على لغة الإشارة لإيصال المعارف لهذه الشريحة. هو عالم صامت وهادئ لكنه مليء بالحيوية والنشاط ومحفوف بالذكاء الزائد أحيانا، عالم استطاع فيه هؤلاء ممن حرموا نعمة السمع والكلام أن يزاحموا أبناء المدارس العاديين في المناهج التربوية رغم كل التحديات. في المدرسة هون تعلموا فيها التربية الإسلامية والتاريخ والتربية المدنية والعلوم والحساب، والقراية هون مهمة، نتعلموا ونشتغلوا ملي هونات إياهم على المعلمة قرايتنا مستفادين منها. أنا مدرسة تاني بحمد الله ماني شارة قسم أمتخمين أبرا شارة بس ما قار سيارة ما قار أطفال انتهر ما منا. عندنا مشاكل هون في المدرسة، مشاكل في التعليم، عن احنا البرامج بالنسبه لنا ما هي متوفره، نقبض برامج الناس اللي تتكلم، وهاي البرامج يحاول المعلمين انهم يفهموها لنا، يقير فهم ياسر من المشاكل وفهم ياسر من التحديات، ونحن الحمد لله وصلنا المرحله
نبقى نتمنى ان شاء الله ان الدوله عنها تقبض بالاهتمام ان هذا تعدلنا كيف التلاميذ اللي يتكلموا تعطيهم نفس تعطينا نفس العنايه اللي معطيه لهم بلغة الإشارة والإشارة الموحدة فقط. يخرج المتعلمون الصم من غياهب الجهل والأمية إلى فضاء تتزاحم فيه سرعة العولمة مع حدة ذاكرة الإنسان على ضبط المعلومة وحفظها بغض النظر عن طبيعة المتلقي. بالنسبة لهذا المركز المنتدى خاص بالصم تكونت عليه من أقسام قاعات خاصة بأطفال في قسم روضة قسم سنة الأولى ابتدائية وقسم رواق دكبة. قبل سنوات كان قبل 5 سنوات الله ما كانت ما كان ما كان مسموع مدرسة خاصة بالصم. عندي طفيلة اكتشفت انها صم ما فاتت عندها 1.5 سنة وضبط مشيت بها وعدت لي من الفحوصات وانصحني طبيب انه فرع لهم التقرى في الوقت المناسب وجبتها لمدرسة الصمهم عندها 3 سنوات وقرأت معاهم 1 سنة روضة كاملة. اكتشفت ان فم عدم تواصل بيني انا وهي السبب ان ما نعرفوا لغة الاشاره وعد فرض علي نجي ونقري معاهم اياك من قد نتواصل انا وهي. جهود الدولة المقام بها للنهوض بمستوى تعليم هذه الشريحة والمبادرات الخاصة تبقى كلها ناقصة في نظر المهتمين ما دام تمدرس الصم في موريتانيا يبدأ وينتهي عند المرحلة الابتدائية فقط. نعلم الأطفال من سن 4 سنوات إلى 25. المشكلة مادية بالدرجة الأولى وفي طاقم التدريس والنقل والكهرباء أحيانا، لكن المشكلة الكبرى هي عدم وجود تعليم إعدادي وثانوي خاص بهذه الشريحة في بلادنا. أمام هذه الوضعية تبقى العزيمة وحدها واستعداد الآباء لدمج أبنائهم هما الكفيلين بمواجهة تحدي الإعاقة وضمان المستقبل الزاهر لهذه الشريحة. دوليا تولت الإدانة على مقتل الصحفيين الفرنسيين بإدارة فرنسا الدولية واللذين وجدا ميتين أمس في كيدال شمال مالي بعد ساعات من خطفهما من قبل مسلحين. ودان مجلس الأمن الدولي الحادث وطالب المسؤولين الماليين بمباشرة التحقيق سريعا وتقديم المسؤولين عنه أمام القضاء. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أعرب عن استنكاره الشديد لهذا العمل البشع مؤكدا لنظره المالي إبراهيم بكر كيتا تصميم البلدين على مواصلة المعركة المشتركة ضد الإرهاب والانتصار فيها. وكشف هولاند عن اجتماع حكومي للعمل مع الأمم المتحدة والسلطات المالية للكشف عن ملابسات الحادث. توجه الناخبون في كوسوفو اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات بلدية تمثل اختبارا لاتفاق تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، وسيكون رهانها نسبة مشاركة الصرب ولا سيما صربي شمال كوسوفو الذين رفضوا باستمرار تحت سلطة بريشتينا. وتجري هذه الانتخابات بعد أن تمت الدعوة إليها بموجب اتفاق بروكسل الذي تم عقده في إبريل الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو بعد أن أعلن إقليم كوسوفو ذو الأغلبية الألبانية استقلاله عن صربيا عام 2008. ولننتقل بكم مشاهدينا إلى وقفتنا الرياضية. أهلا بكم. اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن الشوط الثاني أمام رايو فايكانو كان كارثيا رغم انتهاء اللقاء بالفوز بنتيجة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المحلي. وانتقد أنشيلوتي سطحية لاعبيه بعد تقدمهم بثلاثة أهداف نظيفة مما سمح للخصم بالتلاعب بهم وإحراز هدفين وكان بإمكانه تسجيل أكثر من ذلك. ورفض الإيطالي تحديد أسماء اللاعبين المقصرين لديه مشددا على أن هذا يحدث داخل غرف الملابس فقط. دافع المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو عن نجمه الأول ليونيل ميسي وأكد أن صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي في الليغا الإسبانية كان مجرد صدفة. وصرح تاتا مارتينو بعد انتهاء الديربي الكاتالوني أمام إسبانيول بقوله: ميسي هو اللاعب الأكثر أهمية في فريق مليء بالنجوم، لقد استمرينا في حصد الانتصارات وسنرى قريبا أفضل نسخة من لاعبنا. ثم اختتم تصريحاته متحدثا عن تشيلي أليكسيس قائلا إنه لاعب استثنائي لديه قدرة كبيرة على ختم الهجمات بشكل جيد.
كشفت صحيفة مترو البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض رسمي لحارس مرمى سلتيك الإسكتلندي فرايزر فوستر بسبب تراجع مستوى الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت هذا الموسم وارتكابه العديد من الأخطاء التي كلفت سيترانز الكثير. ويرى المدير الفني تشيلي للسيتي مانويل بيلغريني أن صاحب 25 عاما هو البديل المثالي لهارت. أكد بريندان رودريغز المدير الفني لليفربول أن الحكم مارتن أتكنسون تسبب في خسارة الفريق بهدفين نظيفين أمام أرسنال أمس في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. وقال المدرب الحكم أخطأ كثيرا في إدارة المباراة وتغاضى عن احتساب ركلات حرة لصالح الريدرز كانت كفيلة بالتعديل على الأقل. وأشار المدرب في ختام تصريحاته إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع اللاعبين لحصد النقاط والمضي قدما في ترتيب فرق الدوري. وكان الفارز قد حقق فوزا مهما أمس ليعزز صدارة جدول البريمير ليج على حساب الريدرز بملعب الإمارات. وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة. شكرا على حسن المتابعة وعودة إلى جمال لكن بعد الفاصل. شكرا للزميلة منى. وبنهاية الموجز الرياضي تنتهي نشرة الليلة. تذكير بأبرز ما جاء فيها: رئيس الجمهورية يستقبل الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا ويكرم طاقم وزارة الصيد والاقتصاد البحري المشرف على المفاوضات الدولية في مجال الصيد البحري. وزير التعليم الأساسي والثانوي يطلعان على وضعية المؤسسات التربوية المتضررة من التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي. مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يطلع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة على الإجراءات المتخذة من أجل ولوج عادل لوسائل الإعلام. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله.